من رحم المعاناة يولد الأمل. صباح الجوعاني امرأة عراقية ابنة مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين، قتل زوجها على يد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014 خلال الأحداث التي شهدتها البلاد وسيطرة تنظيم داعش على المحافظات الغربية. معاناة كبيرة عاشتها صباح بعد فقدان والد أبنائها الخمسة، لكنها بقيت تكافح من أجل رعاية أبنائها وتربيتهم، وأخذت على عاتقها العمل على مساعدة الفقراء والأيتام مهما كانت الموارد المتاحة، إما بتوزيع المساعدات المالية أو السلل الغذائية. نزوحنا إلى محافظة كركوك، واجهت شفت هناك المخيمات والنازحين وكثير من المحافظات العراقية. التجأت هناك، قررت أنا بين نفسي أول شيء أن أعين نفسي وأعين عائلتي وأن أكون قوية في هذا المكان، وأن نفس الوقت أنه أساعد بعض الناس. تدرون أنا كعمل متطوع في الهلال بقيت متواصلة وياهم في هذا العمل ومستمرة في تربية أولادي. كانت بنتي كبيرة بالجامعة وابني أيضا مرحلة أولى قانون، والباقين كانوا متوسطة على ابتدائية. لحد ما خلصنا فترة النزوح ورجعنا لمحافظتنا في تكريت، قررت أنه أبقى مستمرة بهذا العمل الإنساني، لأن حفز في داخلي شغلات كلش هواية، أن المرأة ما يكون دورها فقط البيت وتربية الأولاد. صح أنا كنت معينة الأولاد ومحتاجة إلى عمل، وبنفس الوقت محتاجة تربية ومحتاجة إلى دعم، كلش دعم نفسي قبل كل شيء، لأن إحنا العراقيين دائما المرأة عندهم أنه لازم دورها يكون في البيت تربية الأولاد. رغم تعرضها للكثير من الانتقادات من قبل المجتمع، لم تتراجع صباح وبقيت تكافح لتحقيق هدفها. عملت كناشطة مدنية لمساعدة المحتاجين والفقراء بجمع التبرعات، وبمساعدة مجموعة من الشباب شاركت بتنظيم فريق القادسية لمساعدة الفقراء خلال فترة انتشار جائحة كورونا. مؤخراً أسست منظمة الصباح والتي تتكفل بمساعدة الأرامل والأيتام. أنا بالنسبة لي خضت معارك هواية، يعني تنمر المجتمع، العادات، التقاليد، العقائد، إنه مرأة بتطلع تشتغل كذا، لكن الحمد لله حفزت في داخلي، قدرت إنه أشتغل وأقف على حيلي ونفس الوقت أساعد الناس، والحد الآن أنا مستمرة. أوصل رسالتي لكل امرأة عراقية، اشتغلي وطلعي وتمكني ولا تكونين ضعيفة.